بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله اليوم عندنا شرح للأناتومي اللي هو المصل تيشو فنبدأ على بركة الله المصل تيشو has the property of contractility الصفة الانقباضية in response to an appropriate stimulus إذا جاءنا stimulus معين راح تصير contractility اللي هي عملية الانقباضية هذه عملية الانقباضية تكون بسبب امرين يعني عندي شيئين يساعدوا لي ان يصير الموضوع فيه كونتراكتيليتي وهي الهاي excitability اوف ذا ساكروليما او ساركوليما اوف ذا muscle سيل طبعا الساركوليما هذه كانها نتكلم على سيل ممبرين حق المايوسايت او الفايبرز حقت الميوسايتس ايضا الشيء الثاني اللي يخلي لي الموضوع كونتراكتيليتي او يعطيني سالفه الكونتراكتيليتي هي البريزنس اوف كونتراكتيل بروتين اللي دائما راح نتكلم عنهم وهم اساس الكونتراكشن الاكتين والمايوسين فيلمنت اللي موجودة داخل المسل فايبر فهذه الشيئين اللي بيساعدوني على عمليه الانقباض او الانقباض بشكل عام مثل ما كلنا عارفين ان في ثلاث انواع من العضلات عندي السكيلتس المسلز لونج تكون سيلندريكال مونتي نيوكلييتد سيلز placed elongated nuclei, cross striations أيضا موجودة اللي هي أنها تكون مخططه. بالنسبة لل cardiac muscle, elongated branched cells with a single centrally placed nucleus هي يعني فقط نيوكليوس واحد بتكون uh, bound to one another at ends by intercalated discs وهذه جدا مهمة intercalated discs لأنها مميزة لأن هذه بتكون cardiac muscle أيضا هي مخططه. فالcross striations present. النوع الثالث اللي يكون مختلف ليس بمخطط اللي هو السموذ ماسل فازي اللي يكون شكله بهالشكل هذا centrally placed nucleus cross striation not present فهي ملساء هذا بالنسبة للأنواع الماسل وكلنا عارفينها من قبل لو نجي ل... اللي هو الحين بنعطي بس زي كذا معلومات سريعة على السكيلت الماسل والكارديك ماسل إنه يعتبرون striated مخططة السكيلت الماسل الكونتراكشن فيه يكون سريع كويك powerful قوي و under voluntary control وهو الوحيد اللي يكون تحت ال voluntary control. B اللي هي ال cardiac muscle يعني not, uh, very powerful ويكون بسبب اللي عندنا ال heart -conduction system. انه هو اللي بيتحكم بالرتم حق ضربات القلب. ال non -striated muscle, اللي هو ال smooth هذا الكونتراكشن ايضا involuntary, نفس ال لكن هنا slow ويكون لونج لاستنج طيب ندخل على اول نوع عندنا تكلمنا عن اللي هو السكلت المصل السكلت المصل تكوينته تكون مثل تكوينه مثلا النيرث اكسنت من قبل عارفين ان يعني التكوين ذي هالامور اللي بنتكلم عنها الاندوميزيوم البريميزيوم الابيميزيوم بتكون تنطبق على ذي وحتى على النيرف بعد نفس المسميات لكن اختلاف بسيط فنبتدي من الشيء الصغير اللي هو شوي بنخطر اللي هو المايو فايبرز المايو فايبرز هذه عبارة عن تكرارات من هذه المنطقة يعني نتكلم أنه ذي المنطقة قاعدة تتكرر او تحديدا هذه من الزد الى الزد ساركومير هذا الساركومير بداخل يكون الاكتن والمايوسين فيلمنت مكرره يعني كأنه جايبين احنا الساركومير ده وقاعدين نسوي له كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست وبيطلع عندي في النهايه المايو فايبرل طيب عرفنا المايو فايبرل المايو فايبرل اللي يعتبر حين نقطه من ذي لو جمعنا اكثر من مايو فايبرل بيعطيني الماسل فايبر هذا الماسل فايبر اذا اول شيء الماسل فايبر هذا بيكون محيط به او يعني الشيء الغشاء اللي يعطيني هالمسل فايبر هو الاندو الاندو شيء داخلي زين فالاندو هو اول شيء من الداخل المسل فايبر اذا لو اللي هو بنقول المسل فايبر اللي يحيط فيه اندوميزيوم طيب بنكبر اكثر يعني الحين بنجيب مسل فايبر مسل فايبر اكثر من واحد يعني مسل فايبرز بنحط هالاس عليها بتصير جام بتصير ما يسمى عندي بالفاسكل طيب هالفاسكل ذي شنو هو اللي يحيط فيها شنو الغثاء هذا اللي يحيط بالفاسكل هو البري ميزيوم فايضا نفس الشيء قلنا ينطبق على حتى النيرفز تيشو لو رحنا بعدين فالفاسكل مع فاسكل اكثر من فاسكل راح تعطيني سكيلت الماسل كامله والسكيلت الماسل اللي غطيها هو الابي ميزيوم فهذه بالنسبه للاورجنايزيشن uh, كيف انها نبتدي من شيء صغير والتكرار حق كل شيء فيصير بيلدينج بلوك حق اللي بعده فبدينا بالمصل فايبر تالي ماسل فايبرز عطاتيا اللي هو الفاسكل تالي فاسكلز كجامع عطاتيا اللي هو السكلت ماسل واسماء اندو تالي بيري تالي ابي كلهم ميزيوم فاسماء الاغشية حقت اللي تحيط بكل نوع من الانواع او كل اورجانيزيشن ليفل اوف اورجانيزيشن حقتها سكليتل مصل ان شاء الله تكون وضحت الفكره حقت الاورجانيزيشن اوف سكليتل مصل لو نجي للديفلوبمنت اوف سكليتل مصل تشيو طبعا احنا ممكن من الدروس الماضيه في مثلا في التيشوز خذنا نوع من انواع التشو اللي هو المسنكيمل الميسينكيمال قلنا give ريس to all connective tissue نضيف على الكونكتيف تيشو انه ترى حتى السكلت muscle راح يصير لها differentiation من الميسنج كيمال سيلز فالديفرنشيشن كانت missing كيمال سيلز اللي هي امبريونيك سيلز تعطيني ريز للسكلت muscles فنجي نشوف انه والله المايو بلاست بلاست شيء ماتيور وقت اللي صار لها ماتيوريشن يصير لها عمليه الفيوجن انها تبتدي تتداخل مع بعضها البعض يعني تدخل كخليه واحده عشان تعطيني مايو هذه المايو في النهاية وقت اللي يصير ديفرنشيشن وتكتمل حتى الفيوجن بين حتى هالثنتين ذيلي بيعطيني المصل فايبر اللونج سلندريك المسل فايبر فهالمسل فايبر جاي لي من الفيوجين حق مايو تيوبس المايو تيوبس من الفيوجن حق المايو فهذه هي الفكرة مشكل المايو بلاس راح يصير لها فيوجن يعني مشكلة لها راح تدخل في عملية هالفيوجن ذو تكوين المصل فايبر بعضها بتبقى على ما و... على وضعها كمايو بلاست راح ي... لكن راح نسميها ساتلايت سيل والساتلايت سيل هذه مهمه جدا لعمليه الريجنريشن لو صار كات لو صار دامج وتضررت بعض الخلايا بتبتدي هي تعوض مكان هالخلايا وذا الشيء بنشوفه في السكيلتال ماسل ما راح نشوفه في ال... الكارديك ماسل فهذا بالنسبه للديفلوبمنت اوف سكيلتال ماسل فقلنا الفيوجن هو اللي خلاه تصير لونج سيلندريكال ايضا سالفه الفيوجن ذي خلت لي هالمسل فايبر ذا مالتي نيوكليتد فنلاحظ انه واحد 2 ثلاث أربعة خمس ست سبع عندي سبع نيوكلي فلذلك بسبه الفيوجن صار لونج وايضا صار مالتي نيوكليتد سكلتل فهذه ايضا شيء ثاني صار بسبب هالفيوجن اللي صار ال organization within Skeletal muscle fiber يعني احنا الحين دخلنا في المسل فايبر fiber هذه ناخذها اللونج Cylindrical مسل muscle fiber لو بنجي نتكلم بالداخل شنو هو موجود عندي؟ موجود عندي الساركوبلازم وهو highly organized containing long cylindrical filament bundles called the myofibers. myofibers اللي من جبناها ذي فهالمصل فايبر مكون من اكثر من myofibers زين الساركوبلازم is highly organized containing long cylindrical filament bundles called myofibrils ونلاحظ ان ايش جمع لي فالساركوبلازم بيكون يحيط في الـ دي دي. يعني او المايو fibrils الوحده حولها بيكون آه ساركوبلازم <applause> فهذه بالنسبه للاورجنايزيشن حق الـ واللي حولها المايو myofibrils تكلمنا عنها انها عباره عن تكرارات من الساركومير الساركومير ذا شو اللي متكون من؟ متكون من الزونز والستريشنز هذه الخطوط وايضا موجود فيها المأكتن والمايوسين نتعرف عليها اكثر بعد شوي بين المايوفايبرز هذه اللي تحتوي على الاكتن والمايوسين يعني لو نجي هنا لهالفراغات ذي اللي موجوده شو اللي بنحصل في هالاماكن ذي؟ بنحصل فيه ميتوكوندريا يعني حق البرودكشن يعني اكيد نحن بنحت بنحتاج الانرجي برودكشن اوف انرجي بنحتاج انرجي على اساس يصير في هالموضوع هالاكسايتابيلتي اصلا والانقباض والانبساط ما راح يكون الا بوجود انرجي مستحيل يكون من غير هالوجود ايضا بيكون في جلايكوجين جرانيولز اللي هو ايضا تعتبر كمخازن للانرجي الجلايكوجين عباره عن سكر بستخدم السكر هالسكر لصنع مثلا اللي خلينا نقول الاي تي بي ايضا بيساعد في موضوع الاكسايتابيلتي فهذه هي الفكره آه, لوجود المايو فايبرز حواليها موجودة الميتوكوندريا الجلايكوجين جرانيوس بنعرف اكثر ان في اشياء زياده موجوده حول المايو فايبرز فالى الحين الشيء اللي نبي نعرفه ان المايو فيها بيكون الاكتين والمايوسين زين وهي الاستريشنز الاستريشنز هذه عباره عن زونز وهالزونز دي مجموعها نسميها ساركومير فتكرار الساركومير بيعطيني مايو فايبرل حول المايو يعني اكثر من مايو فايبرل فيما بينهم بنشوف انه في ميتوكوندريا في جلايكوجين جرانيولز والساركوبلازم فالى الحين ان شاء الله تكون الامور تمام طيب نجي للحين لشيء الاصغر الساركومير هذا اللي قلنا انه كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست وفيه داخله اللي هو الاكتن وال المايوسين فيلمنتس وهي اللي بيصير فيها الكونتراكشن الحقيقي يعني الساركومير ديشن هو مكون من او هل استرايشنز ديشن هو مكونه من اساسا على اللايت مايكروسكوب بنشوف ان هل الخطوط ذي بتعطيني اجزاء في لايت يعني تكون لونها مايل للابيض وفي دارك باند فتشوف خطوط شوي خط فاتح لونه شوي غامق لونه ودارك يعني انما ظلام رايح للاسود يعني. هل هل هالمسميات اطلقت مسميات على ال... هل اللي هي الاستريشنز هذه او الخطوط اللي هي اللاينز اللي تكون لايت ولا دارك باند او هالباند هذه. الداركر باند ار كولد اي ممكن يعني ربط خفيف زي كذا على السريع اي من الحرف الثاني، دارك الحرف الثاني حقها اي لو جينا لللايت فنشوف ان الحرف الثاني حقها اي فلايتر اي طيب ايتش اي بان يعني الاي هذه هي الايش قلنا اللي هو اللايت الاي الاي باند هي اللي هو اللايت بنلاحظ ان الاي باند ذي حقه اللايت فيها خط في نصها ذا اللي هو الزد بان هذه الزد لاين مش بان هذا الزد لاين موجود في نص الاي باند اللي هو يفترض ان يكون لايت يعني هالمنطقة ذي يفترض انها تكون لايت زين كلها لكن جذع وخرب الموضوع صار هو دارك في وسط هذا اللايت فهذه الزد الاي باند حتى نفس الحكاية يعني نفس موضوع الاي باند جات منطقة وخربت موضوع ان ذا دارك دارك لاين او دارك ريجن وخلتها الاتش زون تكون لايت فبدون ما كانت دارك فهي تكون لايت في هالمنطقه في منطقه الاتش زون لكن الظلام دائما هو اللي يخلي يقول يغلب فهالاتش زون فيها ام باند في نصها دارك فلو جينا نفصل الاي باند بنلاحظ ان ايش دارك دار يعني دارك على الاطراف تالي لايت في النص او لايت في النا... لايت في النص وفي هالنص ذا في خط دارك فدارك لايت دارك لايت دارك يعني زي كذا الفكره يعني ان ان الاتش زون هي لايت زون لكن هاللايت لايت زون في نصها في امباند يعتبر اللي هو دارك مود فاذا اي زد ام هي كلهم دارك الهاي لايت فلو قلت هاي فامورك طيب انت لايت ساركومير زي ما قلنا هي البورشن اوف مايو فايبريد فاوند بتوين تو سكسسيف زد لاين يعني ساركومير زي ما قلنا من الزد هذه للزد هذه يكون خذنا كل شيء يعني كأنه احنا ماخذين اي بان كامل يعني نص من ذا ونص من ذا هذه اي بان كامل ومن هنا بيعطينا اي بان كامل وهذه زي كذا خذنا ساركومير متكامل يعني فهذا بالنسبه لتركيب الساركومير طيب هل هل لايت والدارك ذي زد أم شنو محتوياتهم اصلا شنو شنو فائدتنا منهم ليش اني اعرف انا ذا دارك وذا شو اللي موجود فيهم اساسا بنقول انه موجود فيهم الاكتين والمايوسين فيلمنتس كل واحد موجود فيه شيء معين في الاي باند موجود عندي فقط الاكتين فيلمنت في الاتش زون موجود فقط مايوسين فيلمنت في الاي باند اي من الاول فموجود فيها مايوسين وفيها اكتين في نفس الوقت طبعا دائما لو نشوف الرسم الثكر يعني الازرق هو اللي بيكون مايوسين الثن راح يكون الاكتين دائما الثن اكتين والثك مايوسين ونفس الحكايه ان تو ان ريبتتف repetitive ارينجمنت من الساركومير زي ما قلنا كان قاعدين نسوي كوبي بيست ما في اي فرق بين الساركومير اللي هنا والساركومير اللي في الجهه الثانيه فهي نفسه بالضبط طيب الام باند ما فيها شيء الام باند بتكون كنقطه خلينا نقول نقطه اوريجن بتصير الانطباع لها وبراها يعني نشوف نفس اللي موجود عندي هنا فهذه اللي هي الام باند فما فيها لا مايوسن ولا اكتن مش مذكور ان فيها احد هالاثنين فهذه بالنسبه للكونتراكشن وكيف يصير نفس ما هو موجود عندكم فيصير الانضغاط بهالشكل كل واحد يروح لجهة الثاني كل واحد يتمدد بجهة الثاني بنعرض أكثر ليش التمدد ده أصلاً شو صار وكيف إنه صار لكن اللي علينا نفهمه الحين أو اللي المفروض فهمناه من اللي راح إن الساركومير من من مكون من شيئين رئيسيين الأي باند والآي باند الآي من اللايت الاي من الدارك اللايت هذا او الاي في النص حقه في عندي زد باند وهو يعتبر دارك ريجن في الاي باند نفس الحكايه في عندي الاتش زون اللي هي لايتر والاتش زون ما خلوها في حالها صار فيها ام باند تعتبر دارك قلنا اللي هو الاي باند فيها فقط ثن اكتن فيلمنتس والاتش زون هي لايت ايضا لكن فقط فيها مايوسن الاي باندز من الاول ففيها مايوسين واكتين فهذا بالنسبه للساركومير وكيف يكون الكونتراكشن فيه <applause> طيب فعرفنا حين شو اللي صار عندنا في وقت الانقباض فوقت الريلاكس نلاحظ ان في عندي الاتش زون بعد اللي هو صار الكونتراكشن كونتراكتد اكتين ومايوسين فيلمنتس الاتش زون ديسابيرت يعني والزد باند تبتدي تقرب للداخل هنا أه بس اللهم اللونج اندفيدوال فايبرز كيف على اللايت مايكروسكوب ولا هو في التي اي مايكروسكوب وكيف انه موجودة عندنا فنلاحظ ان أه الاي زون هي الدارك ريجن والآيزون لايتر والزد لاين والزد باند هو اللي صاير دارك باند على هال الريجن هذه في الام اللي بتكون الميتوكندريا والجلايكوجينيك جرانولز. نجي الحين لله هو خلنا شوي يعني نسترجع شوي من ذكرياتنا السنة الماضية. ذي السلايد اخذناها في التحضيري السنة الماضية، كانت تتكلم عن السموث endoplasmic reticulum. هنا يقول لي ان الساركوبلازمك reticulum، sarcoplasmic reticulum طيب، Corresponds to سموث smooth ER. of other cells يعني كان smooth ER حق الخلايا الثانية لكن هنا أنا بس بسميه سارك بلازم من قبل لو نذكر الفانكشنز حقتها بغض النظر عن السنثيسيس اوف ليبيدز وانه له علاقه بتصنيع الفوسفوليبيدز والسترويد هرمونز عندي هنا حط نجمه انه يعمل ك سيكويسترز يعني يلتقط الكالسيوم ايونز ايضا التقاطها الحين ايش بيسوي فيها بيخزنها عنده it will store it and regulate the con the concentration of cellular calcium plus two for function extremely important for cells nervous system where calcium plus two is the trigger for neurotransmitter release أيضا هو مهم عندي في اللي هو uh, الماسكيلوسكيلتل او الماسلز موجود يعني مهم عندي في muscles خلصنا من السلايد حق السنه الماضيه نرجع حق سلايداتنا اللي حق هذه السنه فهذا هذا الساركو الساركو ريتيكولم بيكون فيه توزيع الكالسيوم اول شيء التقطناه تالي بنخزنه تالي وقت الحاجه راح نفرزه زين كيف بتتم هالعملية هذه؟ قبل ما نقول كيف بتتم هالعملية عندي ستارك لما اللي تكلمنا عنها من قبل في بداية الدرس انها مهمة فهي اللي محيطة لي بأكثر من مايو بس على السريع نذكرها نرجع لموضوعنا الكالسيوم فايدته أصلا وشنو هو الساركو بلازميك؟ بيسوي لي أول شيء بنجي بنقول ان الساركو بلازميك او الساركو بلازميك ريتيكولوم هو عباره عن هالنتورك هذه اللي متمدده من وين؟ متمدده من هذا الترايد الترايد ذا عندي التي تيوبيول التي خلينا نقول هذا هو الاوري الاوريجينال يعني منه بتطلع لي هو اللي بيتم افراز اللي هو عفوا بيتم منه افراز الكالسيوم يعني هذه الاوريجن هذه يعني التي تيوبيل قريب من الاماكن حقت اللي فيه ستورج طيب من التي تيوبيل بيطلع الكالسيوم بيروح للتيرمينال سيسترينا التيرمينال سسترينا هذه الانابيب تبتدي تصب في الساركوبلازميك ريتيكولوم الساركوبلازميك ريتيكولوم بيكون ممتد على كل الاماكن او كل الـ على طول الميوفايبرلز هذه فنلاحظ انه ممتد لو نجي نشوفه هنا بنشوف انه ممتد بطول دي طيب ممتد بطوله وهو اصلا اوريدي اخذ منه الكالسيوم شو اللي بيسوي في الكالسيوم في الحاله بيبتدي يفرز الكالسيوم ويخلي الكالسيوم يتغلغل فيما بين الاكتين والمايوسين فيلمنتس وهنا بيصير الكونتراكشن يعني وقت اللي يدخل اللي هو الكالسيوم فيما بين أه الساركرومير اللي هو الثن والثيك مايو فيلمنتس الاكتين والمايوسين بتصير عمليه الكونتراكشن في هالوقت ذا فهذه بالضبط اللي راح يصير وبالضبط كيف احنا احتجنا الكالسيوم وكيف وصل لنا طبعا التي تيوبيوم مع نلاحظ ان في عندي تو تيرمينال سسترين او سسترينا بيعطوني ما يسمى الترايل وهذه الشرح عن هالسلايد والسلايد اللي بعدها هنا اللي هو the triad complex allows spread of muscle impulses from the sarcolemma اللي تعتبر خلينا نقول ان الساركوليما او الساركوليما اصلا من وين جابت لي المعلومه ان نبي نسوي كونتراكشن خلينا نقول من المثال يعني ما بعد ناخذها لكن خلينا نقول توقع او استباق احداث انه بيصير مثلا من اللي هو الجانكشن اللي يكون بين النيرفز والماسلز خلاص جي الامبلس جي كاستيميولس انه والله يا الساركوليما خلي الاكتين والمايوسين يعني يا السل جي على السل احنا هذه اللي قلنا في بدايه الليكتشر الساركوليما وصل لي الامبلس وخل يبتدي لي التي تيوبيلز تعطيني الكالسيوم متواصله للترمينال سيسترين سسترينا او سيسترين ومنه بيكون الانيشيشن حق الكونتراكشن حق الساركومير تحديدا مين اللي صار؟ اللي هو الكالسيوم ايونز صارت فيما بين حول الثيك والثن فيلمنتس فصار عندي الكونتراكشن حق الساركو مير هنا بس اللهم كيف على التي اي مايكروسكوب كيف انه موجود الممبرين المبرين سترويد الموجودة بالتي تيوبيول واللي معاها والجلايكوجين جرانيولز وهالامور ذي كلها على هالمايكروسكوب ذا فبالغالب ذا اصلا عمر عملي فهذه موضوع الترايد وكيف أهمية الترايد وكيف أهمية الكالسيوم آيونز في موضوع الكونتراكشن حق الاكتين والمايوسين فيلمنت هذه بكل بساطة وإن شاء الله هم ذي النقطة تكون وضحت طيب بالنسبة للنوع الثاني من ال... من الأنواع المسلز وهو الكاردياك مسل الكاردياك مسل cells are found in the heart and each muscle Cells is surrounded by a delicate sheet of endomysium, واللي اولريدي تكلمنا عنها. The whole heart has, has sub endocardial and sub epicardial CT layer اللي هو connective tissue layer. تركيزنا مش على connective tissue layer. فلذلك آه, بنكمل على طول على ال cardiac muscle. ال cardiac muscle short و single oval central nucleus كتذكير ليش single و short و central nucleus واحدة لان ما صار الفيوجن اللي صار في السكيلت المصل they are branched وان ايضا anastomosis الانستوموس اللي هو في كونكشن خاص فيما بينهم الكونكشن الخاص فيما بينهم اللي هو الانتركالات الديسك also have less organized myofibrils يعني مش منظمة مثل long cylindrical fibers اللي تكون بشكل منظم ويعني مكرر لا هنا الموضوع يختلف زي ما قلنا joined زي ما قلنا باي الـ intercalated discs و الي يكون ايضا cross muscle fiber between two cells. Uh, اللي هو كيف الجانكشن صاير بين الخلايا. أول شيء ـ uh, transverse regions of the step-like intercalated disc have abundant desmosomes and vascular adherents for firm adhesion. وايضا في نفس ال اللي هو هذه بالنسبه للترانسفرس لونجتيودنال ريجن اوف ذا ديسكس ار filled وذ جاب جانكشن في المكان الحين نتكلم على شكل بالعرض وشكل بالطول اللي بالعرض يعني هذه المصل فايبر نمبر 1 وهذه المصل فايبر نمبر 2 وقلنا ستيب لايك فهذه يفترض ان تكون شوي اعلى زي الدرج صاير الموضوع الرابط بشكل العرضي راح يكون بالله هو الادهيرنت باسكيا او الباسكيا ادهيرنت ديسموسوم فيكون شوي قوي ملتصق بشكل كبير لكن بين الطبقه وبين الطبقه اللي تحتها يعني نتكلم بشكل طولي جايين احنا الحين هنا لا راح يكون جاب جانكشن وممكن الاسباب حق النيوتريشن توصيل النيوتريشن لكل الطبقات مثلا فاذا بشكل عرضي راح يكون ادهيرنت بشكل طولي راح يكون جاب جانكشن طبعا اكيد موجوده small lipid droplets, glycogen granules, perinuclear lipofusion pigment granules ايضا هذه كلها موجوده بين اللي هو اللي هي الماسل سيلز او الماسكيلار أو هو cardiac muscle cells. الساركوبلازمك reticulum موجود ايضا لكن هنا في الساركوبلازمك reticulum لو نذكر أنه كان عندي تي تيوبيل حتى حوله اللي هو اثنين من اللي هو اه عذرا اثنين حوله حول, اه حول التي تيوب الموجودة عندي ثنتين من اللي هو التيرمينال سيسترين هذه تحديدا هالفكرة ذاكرها اه هنا لا بس تي تيوب الوحدة معاها جست one expanded terminal سيسترين فلذلك ما يكون اسمه ترايد يكون اسمه دايد فالدايت هو عبارة عن وحدة تي تيوبيل ووحدة اللي هو تيرمينال سيسترين اوف اس ار وطبعا نفس الامر اللي بيصير سالفة التخزين الكالسيوم كيف انه راح يطلع وهالامور ذي بالضبط بتكون نفسها طبعا الدايت بتكون في الزد ديسك تيبيكال في الفنتريكلز يكون از اوبوزيت تو ترايد زي ما قلنا الترايد تكون في skeletal muscle الدايت تكون في cardiac ماسل وزي ما قلنا وذكرنا ان نفس الفكره بتكون على اللايت مايكروسكوب بنشوف ان الانتركالات ديسكس موجوده في الادهيجن والتركال كونكشن لكن بين الطبقات بيكون جاب جانكشن فهذه بالنسبه له طبعا الكاردييك ماسل ايضا لها اللي هو نفس كسيلز او كاردييك ماسل سيلز لها اندوكراين فانكشن في الاتريال ماسلز shows membrane shows membrane bound granules هذه الحبيبات اللي granules عند الحرف جي هذه الحبيبات اللي موجوده هنا mainly aggregated at the nuclear poles زين these atrial granules release peptide hormone اللي اسمه ANF uh, atrial natriuretic factor هذا شنو التارجت حقينا لكل هرمون له تارجت سيلز التارجت سيلز حقينا الكيدنيز to bring about sodium and water loss يعني نبي نقلل من ضغط الدم فقط هذه الفكرة فاحنا بنجيب املاح زيادة و من الووتر لانه صاير عندي هايبرتنشن ضغط دم مرتفع فنبي النقصة تبتدي هالاي ان اف أو الـ ANF هرمون يطلع منه الممبرين بوند جرانيولز وتصير هذه العملية. هذه بكل بساطة إذا النوع الثاني من العضلات واللي هو الـ Cardiac Muscle باقي عندنا الـ Smooth وجداً سهلة. طيب نجي للـ Smooth Muscle uh, The Cells are elongated fusiform with central nucleus شكل اللي تكلمنا عنه اللي يكون زي كذا. non striated involuntary action the of adjacent myofibers myofibers uh, are connected by gap junction so ما فيها uh, ذيك القوة sarcoplasm contains myofilaments of actin and myosin types few mitochondria هذه السبب انها slow ribosomes اللوحظ انه موجودة endoplasmic reticulum Georgia paratuse هنا ما عندي الزد لاين بنتعرف بعد شوي اكثر ففيلم تكون للجنس بادي تي ار ابسنت فمش موجوده كافيولاي راح تكون موجوده بنعرف عنها هم الحين اكثر بالنسبه للموضوع الاول اللي كنا بنعرف عنه انه ما عندي زد باند الزد باند اللي كانت موجوده في السكيلتال وال ماسل هي الموجوده على الاطراف واحنا لو نتذكر ان قلنا من هنا لهنا عباره عن ساركومير واحد فمعناته دام ان احنا الحين حددنا هالمكان وقلنا ان ساركومير واحد معناته ان الزد مهمه يعني يعني هي خلينا نقول نقطة الأوريجن هي اللي تمسك الأكتن والفيلمنت أو تكون كأوريجن بوينت تطلع منها هنا مش موجودة فلذلك الدنس باديز راح تحل مكانها بحيث أنه راح تصير الأتاتشمنت حق الأكتن اللي هو الثن فيلمنتس والاكتن اللي هو الثن الثك والثن فيلمنتس الاكتن والمايوسين ترتبط بهذي الدنس dense bodies أه طبعا الكافيولاي قلنا يعني الكافيولاي موجود عوضا عن مين؟ يعني خلينا نجي الحين نسوي هل شو اسمه الدي بي عوضا عن الزد باند او لاينز طيب لو جينا للكابيولاي هذه موجودة عوضا عن مين موجودة هالسي ذي موجودة عوضا عن التي تيو بيو فلذلك هي راح تحل محله بالفانكشن حقت حقت فريجوليت الريليز اوف كالسيوم بلس 2 فروم ذا ساركوبلازميك ريتيكولم هي اللي راح تزود الاكتين والمايوسين بالكالسيوم هذه بكل بساطه مضيفة الكافيولاي والدنس باديز فذيلي كي فيتشرز يعني تعرف على سموث ماسل أنه ذي سموث ماسل بوجود هالشيئين دنس باديز والكافيولاي اخر نقطة عندنا اللي هو المسل ريجينيريشن والجروب بالنسبة للسكلت الماسل السكلت الماسل يصير لها انكريس في السايز هايبرتروفي فتكبر حجما وقت التمرين وزي كذا أيضا يصير لها increase في النمبر فلذلك لها القدرة على الجينيريشن can regenerate regenerate because of the process أو the presence of the satellite cells اللي هي تعتبر myogenic stem cells موجودة ما صار لها fusion فهي موجودة للتعويض فنجي نقول the skeletal muscle can be regenerated و can be يعني خلينا نقول increase في in size حقها can grow الـ Heart Muscle injury لو صار injury لو صار damage of muscle leads to replacement with fibrous or scar tissue فا وقت اللي تموت ما تقدر تعيش من جديد ولا في أشياء بتعوضها لأن هنا ما عندي satellite cells are absent في الـ Cardiac muscle والـ incapable of cell division فهنا لا regeneration ريجينيريشن ان نفس الخليه نلاحظ ان الخليه بتسوي نفسها من جديد ولا بيكون في تعويض بالعدد السموث ماسل هنا عادي الوضع عندها سهلات انكريس في السايز على قولة الدكتور تاكل اكل زياده بيكبر عندك اللي بتكبر عندك العضلات الملساء increase في النمبر derived from the mitotic activity of the smooth muscle cells uterine myometrium فالسموث ماسل له القدره انه يصير ريجنريشن وله القدره حتى بالانكريس بالنمبر في الميتوتك اكتيفيتي الجدول آآ للقراءه الكويشنز ذا الحل حقي ممكن صح ممكن خطا والسؤال الاول وات از ذا كاركترستيك فيتشرز اوف سكيلتال كاردييك وسموذ بالنسبة للسكيلتال عندي 1 تي تيوبيل 2 تيرمينال سيسترين الكاردييك تي تيوبيل 1 و 1 ااا uh, terminal strain نقدر نقول مثلا السكيليتال مالتي نيوكلياتد، سترياتد، لونج سيلندريكال فايبرز، الكارديك مثلا ما uh, ااا single nucleated او اليونيوليوكلياتد، هالامور ذي الثانية واشكالهم. السموث muscle نو no تي في عندي الكافيولاي وعندها الدي دي بي او الدنس بوديز فعلى كيفك تشوف شنو اللي ت... من الاشياء الاختلافات من السكلتل والكارديك والسموث وقاعد تقارن فيما بينهم. why skeletal muscle are multinucleated at the periphery زي ما قلنا صار fusion many nuclei ثبتها do skeletal muscle fibers form after skeletal muscle injury لو صار injury yes بيصير لها replacement regeneration اي شيء لوجود الساتلايت سيلز وايضا الجروث اللي قلنا في الحجم Do cardiac muscle fibers forms cardiac muscle fiber forms after cardiac muscle injury due to eistigma؟ No, they cannot. لأن the مش موجود عندهم satellite cell. طيب. Uh, can the following muscle regenerate of, uh, if injured؟ قلنا In yes لوجود ال satellite cell. The yes by mitotic division. لكن الكارديك ما راح يصير لها generation حق نفسه يعني ال, ال الخلية نفسها regeneration لا لكن بيصير استبدال it will be replaced by fibrous or scar tissue بكذا نكون انتهينا من محاضرة المصل تشو ان شاء الله تكون واضحة ويعطيكم العافية ونسألكم الدعاء